السلام عليكم إخواني وأخواتي، مرحبا بكم في قناة عالم المعرفة. اليوم أتيت لكم بخبر جيد جدا، يعني الحمد لله تم السحب من تطبيق نيمو. حتى تعلمون مصداقية هذا التطبيق سأريكم سميته. قد طلبت السحب في الفيديو الذي عملت، والآن قد وصلني السحب إلى بنك بيونير، وقريبا إن شاء الله سوف أفتح حساب في بنك من بنوك المغرب، وهي التي يقولون الأفضل، سي اش، ونربطها مع بيونير ونطلب سحب 3000 دولار إن شاء الله. سأريكم 300 دولار قد وصلتني اليوم كما تشاهدون. هيا، أنا كنت قد طلبت 333 دولار، وقد وصلتني 330 دولار كما تشاهدون. 330 دولار قد وصلتني، يعني أن المعاملة قد اقتطعوا 3 دولار كما تشاهدون. حتى تتأكدوا، وكذلك ها هي هاي كما تشاهدون، هاي 330 دولار. أنا نوريها لكم عاوتاني في التطبيق ديال بيونير. إذن كما تشاهدون، ها هي 330 دولار قد وصلتني إلى حسابي في بيونير. حتى تتأكدوا أن سميتو أن تطبيق نيمو صادق 100%. عندما إن شاء الله سأربط مع حساب بنكي سوف أطلب السحب، سوف أسحب و قد قمت كما تشاهدون. لا زال الصفر وصفر في المجوهرات، يعني أنهم لم يرسلوا لي راتب شهر 8. لا زلت أنتظر، يعني لا بد من الصبر، ما هم يأخذون الشهر ويعالجونه. وهنا تم يتم معالجة وإشعار بالنظام كما تشاهدون. أما بالنسبة إلى بنك بيونير، كما قلت لكم، من يريد نشوف بالنسبة للذي يريد أن يعرف إذا كان داخل على حساب وسيط، إذا كان داخل على حساب وسيط، هل سيصله راتبه إلى حسابه في بيونير أم إلى حساب الوكيل؟ إذا كان عندك التقدم بطلب الانسحاب، فالراتب سيصلك هنا، سيصلك عبارة عن مجوهرات، ثم تلك المجوهرات تحول إلى دولار. حتى تعرفون الراتب، هم يتأخرون كثيرا لكن صادقين. يعني لو أنك عملت مثلا شهر 8، ثم سميتو متى يرسلون لك الراتب؟ لا يرسلونه لك في أول الشهر من شهر 9 شهر 8، بل يرسلونه في نصف شهر 9 أو في آخر شهر 9، لأنهم يأخذونه ويعالجون ساعاتك من البت وينظرون هل بها مخالفات أو أي شيء من آخر، ثم بعد ذلك يرسلون لك الراتب. يعني لا بد لك من الصبر، ولا أي وكيل يكذب عليك ويقول لك أنك في أول الشهر، في آخر الشهر، وبداية الشهر التالي سوف تتخلص.
ذلك ضرب من المستحيل. المهم يعني سهل أنك تربط حساب بيونير مع تطبيق نيمو، أما الذين يسألون كذلك عن، سأريكم شيئا آخر. بالنسبة للذي يسأل عن كيف يفتح حساب بيونير، سأريكم. إذا كان عندك حساب بنكي فالأفضل أن تفتحه، أما إذا لم يكن عندك حساب بنكي وأردت أن تفتح في الأول حساب بيونير ثم ربطه، ثم بعد ذلك عندما تقبض أموالك تربطها مع حساب بنكي، سهل جدا. وبالنسبة لشيء آخر، سامحوني قد نسيت، للذين يريدون فتح حساب بنكي في المغرب، الأفضل أن تفتحه في بنك سي اش، لأن بنك بي ام سي يو بنك نصاب بامتياز، ويعمل اقتطاعات كثيرة، حتى وبنك سي اش بنك سي اش يعطيك بطاقة انتر ناسيونال، يعني لا تحتاج أن تطلب ماستر كارد. بطاقة التي يعطيك يمكنك ربطها مع بيونير كما تشاهدون هنا. إذا أردت أن أطلب حسابات البنكية ثم ربطها مع حساب بنكي. أما بالنسبة للذين يسألون عن كيفية فتح حساب في بيونير، لقد أريتكم في الفيديو السابق كيف تفتحون عن طريق هذا الموقع. عندما تتسجل في هذا الموقع سأفسر لكم هذا الموقع. هذا الموقع عبارة عن سميتو عن موقع عن السياحة. إذا كان عندك منزل في بلدك أو مدينتك تراسلهم، ويمكنك أن تستقبل سياح على أساس أن تكون على قدر المهمة. بعد ذلك وهنا لماذا يعطيك هذا؟ لأنك إذا استقبلت أولئك السياح لمدة شهر أو 15 يوما أو 7 أيام، هم يعطونك مقابل ذلك مال، وعندما تتعامل معهم يعطونك 3 طرق، إما عن طريق باي بال أو عن طريق بنك من دولتك أو عن طريق بيونير. نحن نختار دائما بيونير حتى نفتح بيونير، لأن بيونير إذا لم يكن عندك حساب بنكي في دولتك لن يقبل أن تفتح فيه حساب، ليس كما كان بالأمس. ثم بعد ذلك عندما يطلب منك بيونير تعمل التالي، هذا بعدما تتسجل في الموقع. ثم بعد ذلك هنا أنا بما أنني مسجل وأعطيته عنواني وكل شيء، أنت تتسجل هنا، يعطيك الاسم ورقم الهاتف وسميته والبريد الإلكتروني وكلمة السر وكل شيء كتعمرهم هنا. هو انتبهوا للعنوان، العنوان خصك تعطيه له حقيقي، سميته عنوان أكيد لمنزلك، لا تعطيه عنوانا وهميا حتى تصلك بطاقة ماستر كارد، وكل شيء عن بيونير. بعد ذلك تأخذ البريد الإلكتروني الذي أرسله إلى سميتو، تأخذ يا ربي سميتو الصفحة التي أرسلك إلى موقعك إلى بريدك الإلكتروني، وتدخل إلى بيونير وتفتح بعد ذلك حساب بكل بساطة. هذا هو كل شيء. بالنسبة للذي عنده سؤال يراسلني على فيسبوك كما أريتكم في الفيديو السابق، أنتم تعرفون حسابي على فيسبوك، راسلوني إن شاء الله حرد عليكم على كل شيء. المهم أن التطبيق إن شاء الله
صادق بامتياز كما تشاهدون. سأريكم. هي 330 دولار، يعني بدل أنك تجلس وتسأل وتسأل كثيرا هل هو صادق وكيف وكيف، اعمل 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 اعمل. سأريكم سميتو. المهم واللي عاوز الذي يريد سميتو تبادل المتابعة يدخل عندي الأخ مجدلاوي وسوف يجمع. أنا جمعت من عنده جزاه الله خيرا 700 متابع، يدخل عنده وإن شاء الله راح تجمع متابعين. أتمنى أن تشتركوا في القناة وأن تدعمونا، جزاكم الله خيرا، وأن تضع لايك إذا أعجبكم الفيديو. رغم أني أشاهد الآلاف يشاهدون الفيديو ولكن لا يضعون اشتراك، ما لا أعرف لماذا، رغم أن ضغطت على زر الاشتراك. كل ما نريده هو دعمكم إخواننا، كما نحن لا نخبئ الحقيقة عنكم. أرجو أن تدعمونا جزاكم الله خيرا حتى نستمر في نشر المزيد. وإن شاء الله عندما أربط حسابي مع بنك من دولتي سوف أعمل فيديو وأطلب السحب، وسوف أعمل لكم فيديو. بالتوفيق.